أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مقام إبراهيم مصلى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين طهر بيتي للطائفين والعاكفين.
فينا وركع السجود. صدق الله.